دابا؟ دابا هنا المدينه فيها هذه الظاهره ديال السيارات اللي تيوقفوا، رغم ان البلديه والولايه ديال الرباط صلحات المدينه وخلاتها في واحد الجماليه شدر. بالنسبه لي انا ما كملوش خدمتهم، بحال دابا انت الطوموبيل اش مخليهم هنايا شي ستاسيوني شي زيرو عباد الله شي بغيو يتمشاو، على الاقل يكملوا خدمتهم ديال هاد لي باري اللي داروا هنايا، يكملوا خدمتهم ويطلعوا ما يخليوش الطوموبيلات كاملين يهبطوا. ما تظنش يديروا حتى شي عساس بحال هكا؟ بحال هكا تقريبا، كاينين بزاف ديال الافكار اللي ممكن يطبقوهم، ولكن هما ما فهمتي تيخدموا ينص خدمه وتيمشيو في حالاتهم تيجمعوا فلوسهم وتيمشيو. شنو النداء اللي تعطي لهاد الناس هادو بنتي يجيبوا السيارات ديالهم في هذا الشارع الجميل؟ ويحترموا الناس والسياح اللي تيهبطوا والناس اللي تيجيو برانيين، يعطيو نظره زوينه على المدينه. هاد الظاهره هادي اللي ما فيهاش احترام القانون، ناس تيجيو تيدخلوا السيارات ديالهم داخل المدينه العتيقه. هذا هو خاص زعما زمعازات وصلاحات، هادشي تشوف بنادم في عقلو مازال حابس، عقلو مازال زعما ما وعاش بالحضاره ديال ان هذا شي حاجه ديال الراجلين، ماشي ديال الطوموبيلات كتدخلها واش حطها هنا. دو بليس كاينين بزاف المشاكل بسبب الطوموبيلات. اللي كيجي اش كيشوف؟ كيشوف طوموبيل، كيشوف واحد لو ديزوردر، ما تيشرفش بمدينه الرباط، فهمتيني؟ اللي كنتمناو هو انه زعما بنادم يرقي عقلو.